يعني بدك ترفع راسك كلمة واحدة مني بس بلغي مشاعرك واحساسك إذا ما تلمحني بصير تسارع في انفاسك أو بصير عندك تطرس طبيعي كل عصابك شوف كيف أنا بتعامل مع الفلو سهولة بكتبه بحفظه بلفظه بنجزه بتحاول تقلدوه ما بتقدروا اسمعوا وتعلموا أسلوبي في الراب مش إشي غريب بس أدائي طبعا عجيب رهيب بالتأكيد كلماتي أقوى من الفولاذ والحديد عشان هيك ما في داعي أكرر وعيد رابر من أفضل رابردية في الزرقة بعض الناس بس أغني بس الروسة محترقة مو مثل أي طفل في الراب دخل وعمل عجقة أنا إستري بحكي بعبده وبنكوش مخي ما بدي حد يوديني أو ينصحني أنا إستري بحكي بعبده وبنكوش مخي ما بدي حد كل محلكم إلي صار يزداد معنى هالحكي إنه بديتوا تحسبوا الحساب نصيحة مني لا تفتحوا على حدكم باب تندموا عليه بعدين وما يصير له سداد الراب بالنسبة إلي مثل باكيت الدخان بمشي جوا عروقي مثل الإدمان دايما على لساني وين ما كان في الزرقة في البقعة ولا في عمان ما بدعك وحكي بترجوني عشان فيه بس بعض الناس ما بتقدر تمشي على البيت بتمنى انه ما دخلت الراب ولا بالاصل جديد هالكلام اذا ما بتعرفه هياك دريد اخر اربع جمل بختصرهم في شي مهم استري الكل بدي يحفظ هالاسم مين مش مهم مجرد ربط طموح بحاول حقك حلم